السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني في تلوين. شو اسمك؟ ميليوداس. ميليوداس. طبعا بداية راح أكون بتلوين بشرة ميليوداس باللون البيج. أكيد الصورة راح تبين معنا في التلوين أكثر وأكثر وأكثر بأضعاف. راح أكون بأهم شيء بهذا الشكل لرسم بياض العين. هو بس المخطط بأسود بكون اللي فوق عين من الأعلى. رح أكون بتلوين كافة البشرة باللون البيج بهذا الشكل، باللون البيج الفاتح، وبعدين رح أكون بالتغميق في أماكن التظليل. طبعا لونوا البشرة مع الإيد. المرحلة الأولى قمت بتلوين البشرة بهذا الشكل بخط خفيف. رح أقوم هسا تغميق باللون البيج في المناطق اللي بتحتاج له تظليل بهذا الشكل، أسفل طبعا الشعر منها. تمام، هيك قمت باللون البيج. طبعا بعمل تظليلات بهذا الشكل فوق اللون البيج اللي ضغطت في ايدي عليه بالقلم. راح استخدم اللون البني بس في مكان الضغط بهذا الشكل. البني طبعا بخط فاتح لازم نستخدمه، يعني ما اضغط في ايدي باللون البني. اذا بضغط في ايدي حامي اللون بيجي معي غامق، فانا بدي اياه لون سلس وخفيف ملائم للون تظليل البشرة. تمام، هيك قمت بالتظليل زي ما انتم شايفين، اعطاني ظل ملائم وسلس لل. هسه راح استخدم هذا اللون، هذا اللون اخضر اللي هو لتلوين عيونه. طبعا راح استخدم هيك بدي اعمل دائره بهذا الشكل اللي هي هاي دائره اللماع، وراح اقوم بالتلوين بخط خفيف في كافه العين بهذا الشكل، خط خفيف. وطبعا هسه رح أقوم بتغميق هيك في الأعلى بهذا الشكل. نفس الشيء هون. تمام، هيك قمت بالتظليل. رح أستخدم شوية من اللون أخضر هنا هيك، وأفتح شوي بالمحاي بس مشان يبين معانا اللون فيه لمعة من تحت. هستخدم طبعا قلم التخطيط هيك لعمل خطوط في داخل العين بهذا الشكل. وأكيد لون أخضر الغامق في الأعلى. وهذا الأخضر الغامق صح؟ يشوف شوي اللون. راح استخدم على اللماعة اللي هو هذا اللون لهيها بضبط.
وهذا التلميع العيون بهذا الشكل. فيها أنا كمان لمعايك. هستخدم اللون هذا اللي هو السكن الفاتح. حكون بعمل ظل داخل العين من الأعلى بس هذا الشكل، عند أسنان هيك منها. تمام. هسه رح أقوم بتلوين الشعر. طبعا هذا اللون شعره كموني شوي، يعني مش أصفر فاتح. رح أقوم بتلوين كافة الشعر. رح أبلش بالحواجب. الحواجب طبعا رح كمان أحط عليهن، أضيف عليهن لون أغمق. رح أقوم بتلوين كافة الشعر بهذا اللون هيك من الأسفل للأعلى هذا الشكل، بعدين من الأعلى للأسفل هيك مشان يعطيني في منتصف الشعر لمع. أنا حاب أعمل لمع في منتصف شعره. الشعر بالأصفر. اللون الثاني اللي راح أدخله معاه اللي هو لون التظليل، يكون لون ذهبي غامق، إذا دخله فوق المناطق هذه اللي موجودة هنا اللي هي الداخلية في الشعر، مثلا الخلف، حاجبين زي ما حكيت في الأول، بدنا نغمقهم. استخدموا دائما الاساليب اللي بتعجبكم في تلوين الشعر. طب مش مهم زي ما بتشوفوا بالصورة، لكن المهم يعطي حيوية للشعر. طبعا مناطق التلميع يقدر الواحد يلون فوقها باللون الاصفر الخفيف هذا الشكل. هسه راح انتقل لملابسه. بدي استخدم اللون السكني لتلوين هاي المناطق اللي هي في الكبة البيضة، بس شيء بسيط، هي لونها بيضة بس هيك، يعني هاي التظليل الظل. راح استخدم اللون الاسود من العجلة، انت اسفة نسيت احكي، يعني انه راح استخدم اللون الاسود. طبعا راح اكون بتلوين ملابسه. هاي المنطقة أنا شايفة سودا، حكون بالتلوين باللون الأسود بهذا الشكل. وخلص هيك لونته هنا بالأسود. الاتجاه الثاني طبعا رح يكون لونه بني، هستخدم اللون البني. طبعا هاي الألوان اللي أنا بلون فيها من الألوان العادية اللي بشتريها في المكاتب، عادية جدا، بس شوفوا كيف طريقة تلوينها رهيبة هذا الشكل. بس شو هذا اللي انا بعمل فيه قاعد؟ بعمل في مناطق التلميع ومناطق التغميق، بس هاي المناطق كلها راح تتغمق بالغامق، لان راح اشدها في ايدي في اللون بهذا الشكل. شايفين بهذا الشكل. طبعا هنا راح امسحها هاي وباللون الفاتح، هو نفسه بنفس اللون اللي معاي بس بخط افتح زي ما انتم شايفين، مشان نعمل مناطق الفتاح. وطبعا اكيد راح ادخل في جواتها هذا اللون هيك فوق اللون البني، شايفين فوق اللماع طبعا، مشان ما يبين هيك في انه نتوءات بيضه.
هيك قمت بتلوين فوقه، هيك اعطانا زي لون حلو وهيك منسجم. شايفين هاي الالوان بتلمع، هاي الالوان رخيصه الثمن بتلمع، بس الوان الفابر كاست ما فيها لمع ابدا. يعني هاي لونت الشعر، كان الشعر هسه فيه لمع زي هذا بس ما بيلمعن. هذا الفرق بين الالوان الاصليه والالوان اللي بنشتري العاديه، يعني من اللي بنجيبها من المكاتب. طبعا بكي عندنا اخر شيء وهو طبعا انا حضرت عده الوان، راح استخدم بدايه هذا اللون، وراح استخدم على الحواف هذا اللون، هذا راح استخدمه مثلا على الاتجاه الايمن من الصوره من السيف اللي لابسه من هنا، مناطق التفتيح راح افتحه بهذا اللون. هسه زي ما بتشوفوا قدامكم بالصوره، تمام. هي اللون الاول، اللون الثاني هيو هذا فوق اللون. طبعا راح اضيفه، هاي الالوان كثير حلوه هي منسجمه مع بعض، شايفين. تمام، هيك قمت بتلوين كافة الصورة. هيك جهزت معنا تقريب الصورة. في عنا هنا هنعمل ثلاث شحطات تحت عينه، هيك زي في خجل، شوية خجل عيونه بخدوده قصدي، ما بعرف هو خجل ولا لا، بس هيك دائما خدوده في حمار فيهم. تمام، هيك جهزت معنا تقريبا الصورة، بس اقوم به تظليل، ما كله مضبوط تمام 100%. هسا شو بكي عندي اخر شيء، بدي اقوم بتخطيط الصورة من الخارج. هستخدم هذا اللي اشوف القلم الغامق، اها رح اقوم بالتخطيط على السريع بس حوالي الصورة. تمام، وهيك خلصت معي الصورة. طبعا مش حابة اعمل تخطيط على الشعر، بتمنى انها تنال اعجابكم، وبتمنى انكم تستفيدوا من هاي الصورة. هي بصراحة صعبة شوي اكيد رح تكون عليكم، بس بتمنى انكم تنجزوها وبقوة للي عندكم ارادة، للي بتستمروا. وطبعا ما تنسوا توقيعكم الفني، انا اسمي هيا. ايضا ان اعجبتكم قنوات الدرو وابدأ في عالم الازياء والانمي، لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القنوات لياتيكم كل ما هو جديد. وقريبا جدا ان شاء الله راح اعرض لكم في قناه الدرو وابدأ في عالم الازياء تفصيل الوجه، رسم الوجه 100%، وهيك راح اجيب لكم شغلات جديده ان شاء الله. الله يكدرني، وعسى ان نلتقي في فيديوهات اخرى اصدقائي، وسلام. إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والتعليق في القناة. كل الحقوق محفوظة لدى قناة درو وأبدع.